تفضل استراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة أسبانيا الصديقة، يسعدني أن أرحب بكم والوفد المرافق لكم اليوم ضيوفا أعزاء على مصر. خلال زيارتكم الرسمية والتي تأتي في إطار حرصنا المستمر على تبادل الرؤى والتباحث حول سبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لقد أجريت مع دولة رئيس الحكومة الأسبانية مباحثات مثمرة وبناءة عكست بوضوح إرادتنا السياسية المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وأسبانيا في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيث استعرضنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والدفاعية في ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين البلدين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين مصر وأسبانيا إلى آفاق أرحب بالتعاون الثنائي، بحيث تصبح أسبانيا شريكاً رئيسياً لمصر، ونحن نمضي بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم. والحقيقة ده كان هينطلق من خلال إنشاء لجنة مشتركة وزارية من البلدين يتم عقدها بالتبادل بين عاصمتي البلدين دورياً. وفي هذا الإطار فقد اتفقت مع السيد سانشيز على أهمية العمل المشترك نحو زيادة الاستثمارات الأسبانية في مصر وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف ربوع البلاد، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها. وأكدنا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين بلدينا بالتوازي مع العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرص لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسبانية. ويسعدني في هذا الصدد أن أشيد بالتعاون المصري الأسباني في العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة، وهو تعاون ننتظر أن تفتح له آفاق جديدة من خلال عقد منتدى رجال الأعمال بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين خلال هذه الزيارة بمشاركة دولة رئيس الحكومة الأسبانية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيمثل خطوة بناءة على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما ناقشت مع دولة رئيس الحكومة أيضاً سبل سيادة تدفقات السياحة الأسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وأطلعت في هذا السياق على التدابير السياحية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد، ومنها حملة التطعيم الموسعة التي قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وهنا يجب أن أتقدم بالشكر باسمي وباسم كل المصريين على الإهداء التي قدمته حكومة أسبانيا من اللقاحات إلى مصر. وفي هذا السياق أيضاً تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، حيث استعرضت من جانبي الجهود التي بذلتها الدولة وأجهزتها المختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، والتي نجحت فيها مصر في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب وتأمين استمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظم الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر. والأمر الذي مكن مصر من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في ظل هذه الظروف الصعبة،
والحفاظ على مكتسبات نهج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعناه في الأعوام الأخيرة. ولعلي وأيضا فيما يعد نموذجا للتضامن بين الدول أمام تداعيات الجائحة وإسهاما مقدرا من مملكة أسبانيا، أنا هنا بتكلم على الإهداء الأسباني للقاحات اللي أكثر من 4 مليون لقاح تم تقديمهم لمصر، في دعم حملة التطعيم المصرية الطموحة والموسعة ضد انتشار فيروس كورونا. على جانب آخر، حرصت خلال لقائي بدولة رئيس الحكومة الأسبانية على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث أطلعت سيادته على آخر تطورات قضية سد النهضة، مشددا على موقف مصر الثابت بالتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل، ومؤكدا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانون بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف. كما تبادلت أيضا وجهات النظر مع دولة رئيس الحكومة إزاء التطورات في منطقتنا بشكل عام، وفيما يتعلق بمجمل الموقف الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط وجوارنا الإقليمي المشترك، حيث أكدت على رؤية مصر لأهمية العمل على معالجة بؤرة التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها في العيش بأمان وحرية وتحقيق للتنمية المستدامة. كما تناولت مباحثتنا الجهود الدولية لمعالجة آثار ظاهرة تغير المناخ ونتائج قمة جلاسكو الأخيرة، خاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر 27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ العام المقبل، حيث أطلعت رئيس الحكومة الأسبانية على رؤيتنا لأهمية قيام الدول المتقدمة بمسؤولياتها لدعم الدول النامية في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس، لا سيما ما يتعلق بدعم جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل عمل المناخ في الدول النامية. كما أكدت على التزام مصر العمل على مع كافة الشركاء خلال الفترة القادمة وصولا إلى الدورة 27 للمؤتمر لضمان خروجها بنتائج متوازنة تصب في مصلحة عمل المناخ الدولي وتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ختاما، اسمحوا لي دولة رئيس الحكومة أن أرحب بكم والوفد المرافق لكم مجددا في القاهرة، وأتطلع لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبين الصديقين. وأتقدم لك أيضا فخامة دولة الرئيس على الدعوة لزيارة دولة أسبانيا وخلال العام القادم، وهو أمر أتطلع إليه، وشكرا جزيلا. شكرا. Buenos días, agradezco al presidente al-Sisi y a todo el gobierno. أشكر الرئيس فخامة الرئيس السيسي وكل الحكومة للحفاوة التي خصصونا بها. مصر وإسبانيا بلدان صديقان تربطنا عواصر طويلة ومتعددة ومتنوعة، ونحن نطمح إلى تنويعها وتعميقها. وإسبانيا تعتبر مصر بلدا مهما جدا سواء على صعيد العالم العربي أو المتوسط، ونحن مطالبون بتعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والسياسية. والوفد الذي يرافقني يعكس اهتمام الذي يحدونا واهتمام الشركات الإسبانية للانخراط في عملية النمو والتطور الذي تشهده مصر. ونحن نعتقد أن بالنسبة لشركاتنا هناك تصميم للانخراط في هذه المشاريع، وهناك العديد من الشركات الإسبانية التي تعمل في إسبانيا مثل معالجة في مجالات مثل معالجة المياه و
وهناك كثير من الفرص في عملية التقدم المصري والتطور المصري. وكما تفضل فخامة الرئيس، هناك شركات تشارك في الطاقات المتجددة والنقل والبيئة ومعالجة النفايات وتكنولوجيات التواصل والسياحة، وهو قطاع مهم جدا في بلدينا، وبالتالي هي كلها مجالات وقطاعات بالإمكان أن نتعاون فيها ونعمق التعاون بما يخصها. نحن طبعا نواجه تعافي يجب أن يكون عادلا ومتوازنا، وهنا بودي أن أقول أن إسبانيا تواجه المستقبل بخطوات ثابتة بالنسبة لخلق مزيد من فرص العمل، وفي 2022 سنحقق مزيدا من النمو بين الاقتصادات الأوروبية. أيضا حسب أيضا بالنسبة للبطالة، الآن لدينا مزيد من فرص العمل، وهو الأمر حيث أن المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي ما فتئ عددهم يتعاضم، وهذا أمر يعني يبعث على التفاؤل. وأيضا بخصوص خلق فرص العمل وتقليص أعداد العاطلين، والآن لدينا أكثر من 20 مليون منتسب لصندوق الضمان الاجتماعي، وكل هذا يمثل فرصة جيدة بحيث أن هناك استثمارات ضخمة من طرف الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار إجراءات مكافحة تداعيات الجائحة. أقول كل هذا لأنني يسعدني أنني خلال هذه الزيارة اتخذنا خطوات ملموسة ستكون لديها آثار ملموسة على التعاون الإسباني المصري، حيث أن حكومتنا تؤكد على التزامها من خلال مشاريع والتزامات، حيث سنوقع على البروتوكول التمويلي وسنرفع مبلغه ب 100 مليون يورو أكثر. وخلال هذه الزيارة أيضا قمنا بدفعة لمجلس رجال الأعمال المصري الإسباني، ونأمل أن يعقد لقاءه في أقرب وقت، كما أنني أرحب بمقترح فخامة الرئيس السيسي لتأسيس اللجنة المشتركة بين بلدينا لتعزيز علاقاتنا. بودي أيضا أن أضيف أننا بصدد تعميق هذه العلاقات، ولا سيما أننا سنوقع على مذكرتين للتفاهم بخصوص السياحة والثقافة والرياضة، وهما ستمثلان أدواتان لتعزيز علاقاتنا، ولا سيما على صعيد الثقافة، وأيضا بما يخص الرياضة البدنية والرياضات بشكل عام، وهو الأمر الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لشبابنا. في اجتماعاتنا اليوم لاحظنا الطموح والرغبة المشتركة لتعزيز علاقاتنا الثنائية، وإسبانيا ومصر فإننا محركان للعلاقات المتوسطية ومع العالم العربي، ونحن نريد أن نسهم في هذه العلاقات بشكل أن تكون فيها أكثر دينامية وأن تسهم في الاستقرار والرخاء والازدهار في منطقتنا. أعتقد أن مصر وإسبانيا سيدي الرئيس لهما الرغبة والقدرة في إعادة تفعيل وتنشيط هذه العلاقات، وأن نعمل معا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة. وكما قلت فخامة الرئيس، نحن سنكون سعداء جدا لاستقبالكم في إسبانيا. شكرا جزيلا.